بتسألون مشاهدينا وين ما كنتوا عم بتتابعونا بحلقة جديدة من برنامج اسألوا. طبعا حلقة غربية بامتياز بمناسبة عيد الحب، رح نجمع 8 نجوم بتحبون كثير، تعرفت عليهم على الشاشة الصغيرة بتحبون وحبيتوا حضورهم، واليوم رح بينوروا حلقتنا اللي كلها حب بحب، مين هن ضيوفنا يلي رح يتنافسوا ويتحدوا بعض ليربحوا سفرة بتاخذ العقل، بتعرف عليهم بسرعة يلا. واو 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 واو. يسعد مساكم مشاهدينا وتحية كثير كبيرة لجمهورنا من مدرسة نوتر دام دو لافي، أهلا وسهلا فيكم. طبعا اليوم بمناسبه عيد الحب حبينا نجمع اشخاص عزيزين على قلبنا وقلوبكم، نجوم بنحبهم كثير ضووا الشاشه، والبدايه رح بتكون مع ثنائي حبينا اليوم نجمعهم، بدايه مع الممثل الرائع المخضرم يلي فعلا عام 2016 حمله كثير من النجاحات وكان حضوره جدا محبب وطبع عند اللبنانيه، اسعد رشدان اهلا وسهلا فيك. الى جنبه الى جنبه ايضا ممثله انا شخصيا يعني بعتبرها اخت وصديقه وعزيزه على قلبي، منوره بكل الاعمال اللي رح بتقوم فيها واللي قامت فيها، انا بسميها صاحبه هيك الادوار المركبه وبتحب على طول التحديات بمجال التمثيل، ومش اول مره بتكون معنا، ولكن بما انها غاليه مستقبلها للمره الثانيه الرائعه المتالقه سهى كيكانو. سهى اهلا وسهلا فيك للمره الثانيه، عسيت من اهل البيت. ايه من اهل البيت، اولا انا بقول لها الشاشه الراقيه الام تي في، بعدين استاذ اسعد بس عرفت انه انا كابل معه، حبيت انه اقترح الاسم وهو حب انه انا اكون معه، اكيد رح اجي ثالث ورابع مره. الى جانب الرائع مع عدلي بيك، عدلي بيك انا كثير بحبك. عدلي بيك يعني هو اخر دور كنت قمت فيه وفعلا يعني طبع عند اللبنانيه، غبت 15 سنه سافرت بداعي السفر وعدت، خبرني العوده كانت حلوه لنا كلبنانيه لانه بهمنا نشوف ممثلين هالقد محترمين وبيحترموا المهنه، لانه فعلا مؤخرا هي منا الشغله اللي ما عنده شغله التمثيل، فعلا هي في عنا كثير من الطلاب اليوم ومن النجوم اللي عندهم قدرات وطاقات تمثيليه رائعه وبيستحقوا انه ياخذوا فرصهم، خبرني كيف شفت العوده على لبنان؟ العودة كانت كثير جيدة لأنها كانت بهذا الهدف لهيدا البرنامج لهيدا الدور. منى طايع أنا عتك ترجع؟ ولهالسبب أنا مبسوط بالعودة لأنه طلعت النتيجة قد ما كنت متصورة. ونحن بنستاهل، كان عندي ثقة بنستاهل، كان عندي ثقة بالناس، كان عندي ثقة بكاتبة النص. بس سوري أنا بدي أقول شغلة، نحن قلنا له عتبنا ونحن زعلنا منه لأنه تركنا 15 سنة نحن الممثلين اللبنانيين او زملائه، وهلا رجع بقوه وكثير مبسوطين منه، والله يقويك ويعطيك الصحه. بعد في شي سفر ولا باقي بلبنان؟ لا باقي، لانه عندي اربع او خمس مسلسلات لقدام الحمد لله. اسعد الجو يعطيك الصحه يا رب. وقديش حلو اليوم، بدي اقول شغله لانه فعلا قديش حلو اليوم كممثلين، يعني لو ما كنتوا بنفس العمل منهم سهى، يعني بعتقد كنت عم بتابع العمل حلقه بحلقه، كنت عم بتغردي حلقه بحلقه، انا عم بتشيري بكل ممثل، هيدا شيء بادره خير وبادره صحيه. وهلا نداء للمنجين انه انا بتمنى اكون دور فعلا كبير وقوي في مشاهد كثير بوج استاذك اسعد رشدان، بيعطيني ثقه زياده بخليني احب اكثر اكون هون اليوم. بدنا نتحدى بعض وبنلعب، بنبعد شوي عن التمثيل، بنكون عفوي وعلى حقيقتنا واللي منا بعيده ابدا عنكم وموفقين بالحلقه. اما الثنائي الثاني معنا ايضا ممثل تعرفتوا عليه بادوار كثيره، انا اليوم ما هعدد الادوار لاي حدا ولا هعدد اغنيات اي شخص لانه يمكن وجوهكم تحكي عنكم واعمالكم اوريدي طبعت، فبدي رحب بالممثل الرائع جورج حران، واضافه الى جنبه حبيبه قلبي، حبيبة قلبي على المسرح بالكوميديا بكل شيء بتعمله لك بحكي، حتى لما هي اذا بتسيرها ما فيك ما تقول المخضرمة الرائعة ليلى اصفين، اهلا وسهلا فيك. ليلى حبيبة قلبي. زوجي هو بيكون زوجي هلا بمسلسل زوجتي انا. حلو هلا انفصلتوا اليوم، فصلناكم عن بعض. مش زوجك، زوجي انا. ما تعلو. ليلى ليلى كل ما بتتقدم سنين كل ما بتكبري بتحلي وبتزيدي هضامي، شو سرك؟ هذا من محبتك محبة الجمهور. بعدك لا لا مظبوط كثير حلوه وكثير هيك الكارث بحياته بضل حلو. ثانك يو ليلى. في شيء هيك جديد على المسرح عم نحضره؟ يعني ان شاء الله عم نتامل انه تتحسن الاوضاع اكثر ويروق البلد ويصير الناس ترجع تحب تظهر وتروح على المسرح. شقنا لكم مع بيير ومع كلكم، يعني كنتوا من نخبة يعني رجعوا بحاجه لكم نحن. ان شاء الله يا رب. جورج خبرني شو في هيك شيء جديد عم بتحضروا ب عملتي مسلسل اسمه صمت الحب.
مع رهف عبد الله ملك جمال لبنان. تحياتنا لك كمان. وان شاء الله كمان بيجيك عمال بعد اكثر واكثر، وعندك سألوا مرت اليوم. ما فاهمين بالحلقه، اما الثنائي الثالث عنصر شبابي هيك بينبض بالحياه على طول، عندهم طموح ان كان يغنوا او حتى يخرجوا يرقصوا كل شيء. الرائع حبيب قلبي موري حاتم، والى جنبه ايضا مريم عطا الله. شباب شباب هلا قد هيك فريش وحلوين ومش متفقين ولابسين مثل بعض، شفتوا؟ هيك الجراي. اويا اويا تمام. انا برايي متفقين مع بعض ما متفقين، بديك تغني لنا هيك من اجواء الحب بصوتك الحلو، اي شيء خاصه بالحب. شو انا غني اللي بدك اياه؟ اول شيء بيجي على راسي ان اي ويل اولويز لاف يو and I will always love you. بترد علي ردي بيت زجر من عندك. رح رد علي بالشيء انا كتبته. يلا قولي قولي ولا تخافي يا حبيبتي قولي. دخلوا لحلي ودخلوا ايوه يتنقل لي على مهله. دخلوا لحلي ودخلوا يتنقل لي على مهله. يا محمد شب المهضوم بالدنيا ما في مثله. انا صراحه ما في اهضم منك، بدي اقول لك ان شاء الله كمان هالسنه بتحمل لك المزيد من الطاقه. لو شفتي شيء جديد عم نحضره مثل الكل، عناطرين نحضر. لا يعني اكيد عم نفكر بكليبات اغاني، ان شاء الله يكون في دراما هي السنه كمان وبنشوف. ان شاء الله. موري بعرف كان عندك كمان جوله بين كندا وبين امريكا، ورح نرجع الى كندا وامريكا. شو صرت اواجهك هالقد بامريكا وبكندا؟ كان في عندي جوب انترفيو هونيك لميوزيكال تريبل ثريت بين رقص وغنى وتمثيل، وهذا اللي انت بتبرع فيه، واخراج وتمثيل ورقص بكل فيديو كليبات اللي عم تقوم فيها والاغاني، وهيك تور على الخفيف برمنا وهيك. ات واز ريلي نايس. يلا وراجع راجع بضلك هون اكيد. موافقين بالحلقه اليوم، بدنا الحب بيناتكم يدلكم على الطريق المضبوطه. اما الثنائي الرابع هو ثنائي حقيقي خاطبين، شخص من اول ما طلع على الشاشه، بدي اقول قبل ما شفناه على الشاشه الصغيره على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، قدر يعمل خبطه كثير كبيره كونه قدر ينتقد الواقع اللبناني بشكل كثير مهضوم وكثير ذكي وبمحله. لما طلع على الشاشه، هلا اضافه انه والده شخص مخضرم بعالم الفن وكلياتنا بنحبه، الرائع علاء مرعب، بنزقف له كثير زقفه كثير كبيره. طب مش بس لانه هو ابن فنان، لكن حضوره كان محبب كثير عند الكبار والصغار، ومستقبله واعد بالتمثيل. بزقفه كثير كبيره بنرحب بحبيب قلبي عصام مرعب. والى جنبه لورا طنوس اللي هي خطيبته، فهلا الصبايا ما بعرف شو رح يعملوا. عصام لا بدك تعرف اللقب يعطينه اياه، العريس ابو عيون الزرق الوسيم. العريس الوسيم. شو يا لورا؟ ثانك يو. كيف شايف اليوم؟ هلا تعرفت انت على عصام ومن بعد الشهره، كيف شايف هيك مسك عصام اكثر بعد الشهره ولا كيف؟ العكس يعني ما بعرف. عم بعيد حساباتي. وانت قليلة قلبه حسب معرفت انه عصام كثير كثير بحبك، وكرمال هيك انتم اليوم موجودين معنا بالبرنامج. عصام اكثر من كثير. اكثر من كثير. خبرني قديش سعيد بنجاحك بدورك الاول على الشاشه، وقديش هيك عم تسعى كمان انك تقدم اعمال جديده. أول شيء بونسوار، ميرسي كثير على استضافتك لنا. نور. والام تي في أكيد. بدي أقول لك إنه المشاريع الجديدة اللي عندي إياها، اللي هلا حالياً عندي مسرحية ماشية اللي هي كاريكاتير مع رومي لحود. صح. مسرحية غنائية بطولة طارق تميم وسيد رعيد. ما رح سمي كل الأسامي لأنه ما بنخلص. وعندي فيلم هلا قريباً رح صوره باليونان، فيلم انترناشونال موفي. حلو. ان شاء الله. بتحكي يوناني ولا لا؟ لبناني بس انتاج امريكاني يوناني. حلو كثير. بقى هيدي هول الـ هول ال قومي يا لورا، حط الشنغان وروح على يونان مع عصام. بس بدي اعمل يونان. بس بدي اقول شيء عن لورا. ايه؟ من وقت ما بلشت بدور، يعني من وقت ما بلشت طلع على الشاشه بدور رجا، رجا البليط انا بسميه. بحب هذا السركازم اللي كل ما نتخانق مع بعض بتقول لي مثل رجا. مثل رجا، صار خلص الشخصيه، شكلك عم تحمل شخصيه رجا على البيت اصلا. هو
في رجا، في رجا جواته. بتصور ما بيوصل على الليل، لانه اذا عندنا منتجين ومخرجين بيفهموا بالكاست اكيد بيكون ما راح يلحق شغل عمل ورا عمل ورا عمل ورا عمل. اكيد المستقبل ان شاء الله لامامك عصام. هلا تعرفنا عليكم، عرفنا المشاهدين، عملنا هالدردشه الحلوه. بدي منكم تحكوا مع بعض شوي، لانه هلا بدكم تراهنوا على قدرات بعض. ليلى فيك تحكي مع جورج، احكوا مع بعض. انا بدي اقول اكيد لكل المشاهدين فيكم تتواصلوا معنا عبر كل مواقع التواصل الاجتماعي. حلقه مخبيه لعدد كبير من المفاجآت، شو رح بيصير النجوم الله يستر. هلا عم يحكوا مع بعض، انا معكم. نجومنا حلقه الحب بالحب، عيد الحب هلا رح يجمعنا. سهى، اسعد، جميعا ركزوا كثير منيح. صبايا بضلكم على المسرح، شباب كل واحد ورا شريكته بالغرفه المعزوله. 3 2 1 يلا رن. I love you baby. يلا اكيد الغرفه المعزوله يعني بس انا والمشاهدين فيها نسمع شو عم بتقولوا. اي 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 صبايا ليك جورج ماشي مش قادر يترك ليلى، ما حدا قادر يترك شريكته، ولكن التحدي الاول على 1000 نقطه يا صبايا. بعرف انه الصبايا الورد كثير بتعني لكم. سهى قديش بتعني لك الورد الحمراء؟ غير انه ساره بدوبل بفالنتاين، غريب فجأة. الورده 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 الوحده طبعا، حتى مخمليه بحبها، مخمليه اهم من كادو، يمكن باندون ديامون او امرود او شيء. هالقد الصبايا حساسين، هالقد بتعني لي ليلى. انا كثير كثير بتعني لي، بس اذا كانت مرفوقه بالباندون ديامون. حلو حلو. انا مريم ليش تنكشف؟ ما عم بيجي ورود هالفتره؟ وحياه الله. انا ما بحب الورده الحمراء ابدا. ما بتحبيها؟ غريب. لورا، امتى اخر مره قدم لك عصام ورده حمراء؟ امبارح. امبارح حلو، كل يوم بيجيب لي ورده. شو هالعصام؟ طيب هيدي المقدمة بس للتحدي الأول، لأنه يا سهى البداية رح بتكون من عندك، وعليك تراهني بظرف دقيقة كم وردة حمراء بيقدر أسعد يشك بالسفنجة. بتعرفوا لما بنقدم بوكيهات بحطوا سفنجة خضراء، بتكون هيك مبلولة مي، بده يعمل لك باقة مهضومة. ليك بالمفروض هو أصولاً 12 وردة. 12 وردة. نحن المفروض بنطلب دزينة. دزينة. نحن عم نلعب على 1000 نقطة بدقيقة، هيدي الجولة الأولى، وهون أصحاب أعلى رهان بحال نفذوا المهمة بالوقت المحدد اللي هو دقيقة، بنقول لهم مبروك عليكم ال 1000 نقطة. ليلى أنا بقبل بتسعة بس. مريم بتخيل 15. 15. لورا معود على الورد. 20. 20، هيدي كانت الجولة الأولى. سهى لعندي ونعتبر ملورة. سهى بلشت ب 12، فينا نزيد؟ لا 12 انا بدي اياه حسب الاصول. تدزيني، بدك تربحي اي اصول؟ بدك تربحي يعني في عدد 60 ثانيه مع دقيقه بده يشكم بالسفنجه، بلحق يحط 30 25 ركض. سبري بده يكون سريع، بده شغل نظيف. 12 التمع بدر ما بينفع. 12 مصره على 12. ليلى قد ايه كان اعلى رقم؟ 20. 25. 25. مريم انا قلت لك 15. يعني 23. 23 شو بتستفيدي؟ يا دوبليون يا دوبليون. لا حرام برضه. ولك 30 بيعملهم سريع. لا بيخرج وبيغني. بس مخرج ومغني وبيرقص. يعني اعتبر 60 على 30. لا لك اسفنجي اذا مسكهم حده للها. 25. 25 ماخوذين مع ليلى. اوكي سوري. 27. 27. لورا انا 28. 28. شو محمد مش مش الكانتيتي، لا كاليتي. لا هون عم نشتغل على الكانتيتي. بلا يعني انت هلا صاحبه ادنى رهان، انا برايي تزيدي. 5 4 زيدي، قولي 30. اسمعي مني بتزيدي 30. 30. لا ليه؟ اتس نوت فير. 30 ورده مع سهى بالتالي بتصير هي صاحبه اعلى رهان، لانه بالخمس ثواني فيكم تزيدوا مره. لا بدنا استاذ اسعد يزيد. بدك بدكم بعد تزيدوا كل وحده مره؟ لا انا بعطيكم 5 ثواني. سهى استفادت منها. يلا ليلى انتبهي. اي مريم ولورا ركزوا. 5 31. 32 33. ليلى 32، لورا 33، 27 مريم، وتراك سهى. منثبت الرهانات والبدايه بتكون مع اصحاب ادنى رهان اللي هن موري وميريام و27 ورده. يلا موري رن 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 27 ورده. ايه فيكم تعملوها. ايه ايزي.
الجولة الأولى مع موري وميريام. موري عليك بظرف دقيقة تشك 27 وردة حمراء. شو؟ كمان غني له شيء. شو محمسة؟ لك يا شب الشبابك لي دخلك هالورد شبيك لي ويخزل عيني عنك على هالقام الغير شكلي. أيوة. شو بخاف يشوفك حالك لصوتك يسمع الصدى تبقى لي طول المدى ويا رب عليك تكلم. بدها تلغوطة يا اخي. يلا جاهز؟ لحظة سنعمل نحن سنعمل. واحد 3 2 1 توب كاونتر جو. يلا بسرعة. ايه وحدة. يلا يا موري. اثنين ثلاثة. يلا اسرع. أربعة خمسة ستة. عم نحكي على 27. سبعة. ايه. ثمانية. ايه. تسعة. عشرة. يلا بسرعة. 11. ايه. 12. اسرع. 13. غيرها يلا. 14. ايه. 15. ايه. 16. حلو. 17. يلا بعدها. 18. القطيرة القطيرة. ايه. قد ايه صاروا؟ 20. اسرع. حطيت اثنين. ايه اثنين اثنين. عم تخلصهم اياها. ما بدك. قد ايه صاروا؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. بعتقد صاروا اكثر. خلص خلص. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 29 وردة. برافو. اما الجولة الثانية بتكون مع اسعد رشدين وسهى كيكانو. يلا اسعد. يلا سهى. يلا يلا يلا. انا ما فيني ناوله. لا انت هلا بالاخر بتساعديه بالاخر سهى. هو لو تحس الوقت هيك عم يركض او دهامكم الوقت بدنا نسرع فيك تستعمل من هون. ايه بس هلا هيدا ظلم. فيكم. ايه بس بدنا حيستعملون حيستعملون. لا بديهم قدام. بديهم قدام. زعبي مثل لبنان كله. ليك هون فاضي. يلا. لا نحن ضد الزعبرة. 3 2 1. لا نحن 30. توب كاونتر جو. يلا يلا عمو عدلي. عمو عدلي. عمو عدلي يلا. هيدا حبيب. شفت كيف؟ بدك تهدي له اياهم. اوكي. ايه. اوكي اوكي. هدي له اياهم. يلا. احسن. ايه احسوب حالك عم تعيط على ما على ما بحق له الا بثلاثة. ما بحق له الا بثلاثة. اوكي ايه. اوكي. الله يهمك. عمو عدلي ما تخزلني. قد ايه صاروا عم تعدي؟ ايه اند دو ات كان. انا بعد انت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 عدلي بركي معك صار لي اوكي عدلي. يلا حطيها. لا هو اعطاني اياها وبدك تربح ال 1000 نقطه هلا بعدين بيعطيك اياها. يلا هلا يقدم لي اياها اونكل عدلي. اهم 10 9 5 اسرع. ايه ايه هات لنشوف كم وردة هون. هون شوف 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. اوه ماي جاد. شو هيدا؟ برافو. اما الجولة الثالثة بتكون 32 وردة مع ليلى وجورج. انتوا عندكم ثلاثة. ايه هونيك هونيك. يلا ايه 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 خذوها على على النص على النص على النص حطها بين ايدي بالكاميرا. اكزاكتلي. يلا بدي منك ثلاثة. ثلاثة بس بحق لك بثلاثة. بثلاثة يلا. ايه. اوكي هول اثنين. لا قالي 32 بالفرنساوي يعني 32. 32 معكم على قد دقيقة 32. ايه شو بتقولي له قبل 32 يلا 3 2 1 توب كاونتر جو. يلا يلا جورج. هول ثلاثة. يلا ثلاثة بس بالقلب. لا بده يكون شغل نظيف. نظيف انظف من هيك. لا منيح. لا بدنا شغل نظيف. حلو احسن زريعة. بدنا شغل نظيف حلو. ليك ليك شغل. برافو جورج. ايه برافو جورج. بدنا شغل حلو. يلا انكور شيل 10 11 يلا كفي. شغل حلو برافو جورج. اكثر وي. شو هي؟ شو صار هلا؟ ما بقى يعد؟ ما بقى ينتهي.
لحظة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 60 60 خلاص 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 شو هيك؟ شو عمل؟ مش مقبول شو هالشيء الحلو هيدا؟ أصحاب أعلى رهان هن تحديدا لورا وعصام ورهانهم على 33 وردة يلا لورا يلا لعصام عصام ولورا عصام هيدي الورده هلا اتس مومنت يعني يمكن لورا تحط بالعرس هيدا الفيديو لانه عم تشكلها انت بايديك الورود الحب كله يعني لورا عم بتزيدها كثير اي انا عم بعطيها مجال عم بعطيها حقها للبنت جاهز؟ جاهز لورا فيها نربح قد ايه بدنا كم ورده؟ 33 3 2 1 توب كاونتر جو يلا تفضل هولي أربعة أربعة ثمانية فاستر تسعة عشرة faster faster what 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 لا ما بقى في ورد شو بعمل؟ ها شو؟ مبروك لعصام ولورا الف مبروك الف نقطة أما أنتم مشاهدينا بعد بريك تحدي جديد وأجواء رائعة تابعونا روعة مشاهدينا اكيد بهالحلقه الحماسيه بعيد الحب بنسأله طبعا الشباب لعبوا بالتحدي الاول والصبايا راهنوا اما هلا الصبايا صاروا بالغرفه المعزوله والنتيجه لهلا الصداره من نصيب لورا وعصام ومعهم 1000 نقطه عصام 1000 نقطه فيه يصيروا 3000 اذا بتربح التحدي الثاني لانه على 2000 نقطه ولكن البدايه رح بتكون من عند جورج لانه بعرف انه جاي وبده يربح بدك تراهن على ليلى يلا بظرف دقيقه إيه؟ التحدي الثاني على 2000 نقطة ركز بظرف دقيقة واحدة كم قطعة شوكولا أو كم حبة شوكولا فيها تاكل ليلى؟ لا أنا اللي ما بطيق الشوكولا ليلى إذا مش على حسابي أنا فيها تاكل كل لا فور فري عندنا على حسابنا رح ننسى اليوم لا 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 شو هيدا بتكسري الرجيم الدايت نو ليلى فجعانة ليلى 30 30 ليلى خليكم شباب لعندي عم بيطلعوا ليلى راهن عليكي اسعد لعندي راهن عليكي على 30 حبة شوكولا في حكيم سكرين جورج لعندي جورج لا بيطلع سكرين جورج موري قد ايه سايز الشوكولا يعني حبوب مين؟ هي لويح هالقد 15 20 25 يعني شيء 16 17 17 لأول مرة 20 عصام 20 20 اسعد والله بتربح انت رح تربح 31 31 راح بسهى هيدي كانت الجولة الأولى في ياكل معه؟ بعمله 60 هي اللي بتاكلهم بظرف دقيقة واحد جورج بتزيد؟ لا نقص 25 ما فينا نزقص نضلنا لأنه هون أصحاب الأعلى رهان بحالنا فازوا بالوقت المحدد بنقول لهم مبروك عليكم ل 2000 نقطة موري بتحب تزيد؟ قد ايه قلت أنا 17 لا كثير قليل 17 لا خليك ما بتحب هيك 15 مشان هيك 17 بضلك 21 ما نضل على ال 31 مع استاذ اسعد ممنوع ننزل لانه هون اصحاب الاعلى رهان حكيم سكري اكيد كله جاهز ان شاء الله ما عم نعوزه يا رب 5 4 3 2 1 من ذنبت الرهانات البدايه بتكون مع مريم وموري و17 قطعه شوكولا لانهم هن اصحاب ادنى رهان يلا مريم يلا موري يلا يلا موري ركضي لعنده ركضي رن
التحدي الثاني مع موري وميريام وريهان على 17 قطعة شوكولا وحبة شوكولا بالأحرى مع ميريام بظرف دقيقة. كثير طيبين. هلا أكلت تحت الهواء، أكلت خمسة هيك. بدي أقول لك شغلة خمسة. محمد أنا مش زعلان أبدا خسرت أول مرحلة، لأن سمعت الجمهور قد إيه عم بيحمسني. سمعوني قد إيه فيكم تحمسوني. يلا سمعوا. شو رأيك موري 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 موري؟ ثانك يو. أنا مع الجمهور بشوف موري هلا هنا عم بيشجعوك كثير. سمع الجمهور صوتك وغني لها شيء لحتى تفتح نفسها على الشوكولا. يلا بدي اقول لها شيء هيك. أول غنية أنا بتحبها كثير عملتها. موري موري موري. لا قبلها. عليك المخادة كمان. بغني لها لإلي وبغني لها لإلي. شو عندك الليلي؟ يلا سوا تنروح ليلك على ليلي ويعطي لروحي روح. شو عندك الليلي؟ ماشي يلا سوا تنروح ليلك. يس 3 2 1 توب كاونتر جو. بدي 17. شو هول؟ ايه بدي اشوفها انا شو عم تاكلي. لحظه ايه بلش اكلي. يلا بلش بلش. 3 6 يلا اسرع. بلا بلا يلا 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 7 8 ايه يلا دغري. لعوسي لعوسي لما بدك لسه صغار 10 خدي مي تيزر. ها احسن شيء. ها ها ما بدي تاخذ بقى بول. لعوسي لعوسي 10 بعد بدي 7 هاي ما بدي تاخذ بقى بول. بدي فوتو اسرع. يلا طب ايه لعوسي ولعوسي حط ايدك على تمك ولعوسي 10 بدك 7 بعد ايه اسرع اسرع مثل الارنب. هيك اسرع. يلا بدي بقى منيح 7 هيدي هيدي مأزية هي مأزية هي لا لا هي تيزر هي مأزية خدي خدي مالتيزر. يلا 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 ناين عندك سويني فيك فيك تربح بعمل لي 5 يلا خدي 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 5 بتحطي لي 5 تمك بسرعة بتاخذي 2000 نقطة هيدي يلا هي خليهم خليهم بتمك. فيك لحظة فيك تغني هلا لو سمحتي فيها ترقص. بدي بيجانا واوف من عندك. اعطيني الكليناكس مجبوره تاكليهم لحالك. خدي موري لهلا معكم ال 2000 نقطة. وانا اما الجولة الثانية رح بتكون مع عصام ولورا وريهانو على 20 حبة. يلا يو كان دو ات ها ايزي. شوف شو عم يعمل لك. شوف اعطيها 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 وعد لو اما نصحت رح بضلك معها. افتحي تمنيك. معكم دقيقة بدي منك 20 حبة شوكولا. اتس ايزي ركزي كثير منيح. 3 2 1 توب كاونتر جو. بدي اعرف شو عم 1 اوكي 2 3 4. دونت بيوك دونت بيوك دونت بيوك. 5 هو صغار. يلا يلا 5 هلا جربي قبل ما فيكي انت هون بلعيهم لحتى بالاخر تحطي مثلا اذا بدك 5 اخر شيء خلص ارتاحي. عم متعد؟ ايه هون قد ايه صاروا؟ 5 يمكن؟ ايه يلا يلا 6 هيدي اكثر. ايه 7 اكثر. لا 7 هي 8 زيهم لنعرف 9 ايه 10 11 12 يلا يلا ايه هلا بلعيهم ايه جربي اسرع. أنا تحمست معك. I'm so sorry. إيه قد إيه صاروا؟ 14 14 15 16 خلص الوقت 17 خلص الوقت. خلص بس صحتين. نو ويز بس كثير مهضومة. جاي لما كيكون أما الجولة الثالثة بتكون مع مين؟ بتكون مع جورج وليلى وريهان على 30 حبة شوكولا. يلا ليلى راحت ليلى راحت ليلى راحت ليلى 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 جمالك جمال حبيبتي. ياي ياي 7 عم تاكلها اياه هون. اتركها يا حرام. يلا هول ما يكونوا كثير حلوين بس ما يكونوا حلوين شوكولا عمر. 3 2 1 توب كاونتر جو. 1 2 3 ايه 3 يلا ايه اعتبري حالك مخلصه مسرح ومخوره. هول 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 ايه هول صغار اللي بقول هول اللي بقول هول كثير طيبين. شو قالت؟ شو قالت؟ يمكن بتاكل شي 3
خمسة سارة. سارة خمسة. سبعة سبعة. سبعة سبعة. هولي خدي هولي خدي هول. صغار. هولي أربعة لحال. هول أربعة 600 منهم. لك يا عمي إيه. اثنين إيه. ما عم بعرف عد. خمسة ستة سبعة اثنين عشرة. عشرين. أشوف هون هون. عشرة ما في صغير. ما في. 40. يلا الكناكس وين؟ خلص اختنقي. شو عم تعملي؟ عم تكبيهم بالكناكس؟ يلا هات قد ايه صاروا؟ تسعة ثمانية سبعة ستة ايه ايه كلهم ايه أربعة خمس ست Unbelievable. نحجب عنا ال 2000 نقطة واسحب على رهينهن سهى واسعد. يلا سهى يلا اسعد. وين صغار؟ وين سهى؟ هولي 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 صغار. هولي اصغر شيء. طيبين كثير على فكرة. ما تضحكوا علي ابدا. في عندك 2000 نقطة. ايه. تركيز كثير منيح. فيك تربحي. جاهزة؟ أربعة بس أوكي هو خلينا ولني. يلا أنت وأنت كمان بدك تنقل صغار شوي. إيه أوكي. خذي نظرة. بس أصلاً كثير جوعانة وأشرب معي السكري ودايخة رح أكلهم. 100% 3 2 شوكولا أنوار ما بحبه. 1 توب كاونتر جو. مش نوار أنوار. 5 6 7 برافو أسرع أسرع سهى يلا. اعتبري هيك. أعطوكي دور وحدة فجعانة مثلاً. يلا. إيه. هولي أربعة. هولي بصيروا 10 سبعة ايوه ايوه ايه صاروا 10 بعد بدي 20 لا 12 لا صاروا 12 5 و7 12 و5 5 هول مع هول 17 صح؟ ايه يعطيك هول 12 صاروا يلا سهى اسرع سميها هوبر لاعب 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 يلا شو بعد يلا قد ايه صاروا اصلا؟ في على 17 17 ايه؟ بعد بدي منك 12 قد ايه صاروا؟ 18 19 20 20 يلا ايه يلا كلهم ايه بدي اقول مبروك لموري وميريام ل 2000 نقطة تحدي ثالث و 3000 نقطة تابعونا كن واكيد الشباب على المسرح والصبايا رح يلعبوا للمره الثانيه على التوالي ولكن على 3000 نقطه كيف توزعت النقاط ومين صار بالمركز الاول موري وميريام مبروك لكم الصداره ومعكم 2000 نقطه اما المركز بس المركز الثاني من نصيب عصام ولورا ومعهم قديش 1000 نقطه 1000 نقطه برافو هلا التحدي الثالث يا موري على 3000 نقطه عليك تراهن انت وجورج اسعد وعصام بظرف دقيقة ونص 90 ثانية هيدي اللعبة بتحبها كثير لورا كثير بتحبها كثير 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 هلا شوف كم كلمة فيها تحذر هن وحاطين لها الهيدفونز على دينيا يعني كلماتها بتخلى من الغرام والحب ولكن ما في 100 كلمة حب عامة بظرف دقيقة ونص بعدنا بالجولة الأولى بالجولة الثانية فيك تجيب اوكي رح أقول سبعة سبعة عصام ثمانية استاذ اسعد سهى كم كلمة فيها تحضر؟ سبعة مأخوذة مع موري عشرة تسعة جورج على جراندز على جراندز عشرة عشرة هذه كانت الجولة الأولى موري فيك تزيد أنت صاحب أدنى رهان لهلا ما في قول 8 لأن هو لا في قول 11 12 7 8 9 10 مأخوذين 7 8 لا رح ضل 7 كثير قليل قليل؟ قليل كثير ولو يا موري لحقت وقلعت بأول وحدة جروا معها 2 3 5 4 4 على شيء قد ايه؟ 10 في خبرة انتبه لكن 11 11 ولكن التأني انتم شايفين الشباب؟ ايه على القد واحد على واحد 11 15 كانز مع عصام 15 اسعد اسعد كم كلمة؟ انا عم بس انا شو قلنا قايلين؟ قايل 10 9 قايل 9 9 20 لا 20 كثير خليني على 9 9 جورج
بتضلك على 10. خمس ثواني على التنازلي. خمسة اللي بده يزيد بعد مرة يزيد. الهيد منطقي. اثنين واحد 16. بنثبت الرهينات والبداية بتكون مع أصحاب أدنى رهان اللي هن سهى وأسعد ورهانكم على 9 كلمات. يلا سهى يلا أسعد يلا يلا. We love you. تفضلي. خدها. الجولة الأولى مع أسعد وسهى ورهانكم على 9 كلمات بظرف دقيقة أو نص. شو؟ شو بدك؟ شو؟ هيك ساعة تقول مخارج الحروف. أوكي بغير دنيا. أوكي. شو في؟ 3 2 1 توب كاونتر جو. لا بقولها اسمعها بقولها عادي. ايه بحبك بحبك بحبك. ايه وردة وردة. لا بقولها عادي بقولها وردة وردة وردة. اوكي اصحاب اصحاب اصحاب. اوكي خيانة. صاروا ثلاثة. خيانة. قولها عادي قولها عادي. خيانة. انت خياني. خياني 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 خياني. اها شوكولا. شوكولا بتقولها عادي. شوكولا بتقولها عادي لو سمحت. مدرسة 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 مدرسة. صح على ستة. الماز 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 الماز. ايه الماز 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 الماز. جربي الماز الماز. سبعة. بدي منك خاتم. خاتم 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 خاتم. اوكي صارت ثمانية. بدي منك جنون. جنون جنون جنون. تفو جنون 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 جنون. تفو تفو عليك جنون. مجنون جنون. عم بتسبني. بعتذر. عم بتسبني. اوكي اوكي بعتذر. قول قول. بعتذر 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 بعتذر. مسكين. بعتذر بعتذر بعتذر. للاسف انتهى الوقت وما كنت قد النهايه. اما الجوله الثانيه بتكون مع جورج وليلى ورهان على 10 كلمات. يلا جورج يلا ليلى يلا ليلى يلا جورج. الجولة الثانية مع جورج وليلى. ليلى ايوه ايه ليلى ليلى اون فاير لحالها بغير عالم. اما نحن على ليلى تركز كثير منيح. بدنا منا 10 كلمات يا جورج بظرف دقيقة ونص. تركيز 3 2 1 توب كاونتر جو. بنقول الوانك الوانك الوانك. حلوين يا حياتي. الوانك وردة وردة. نعنى غيره. موديلك موديلك موديلك. موسيقى ليلى عن حظك. موديلك. عيوني 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 عيوني. قلبي 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 قلبي. قلبي قلبي. صاروا دمعة دمعة دمعة. صباح صباح. فيروز. دمعة دمعة. سما دمعة دمعة دمعة. حلوة حلوة حلوة. حلوين. عيلة 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 عيلة. صعبة. اوكي عيلة. يلا سكس سكس. سعيدة. لك سعيدة اكيد بالسكس. سعيدة سكس. سعيد سكس سكس. فرحة. سكس سكس سكس. ترقص احسن. ما هي بترقص بالسكس. سكس سكس سكس. جنس سكس. خيانة 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 خيانة. ايدي ايدي. خيانة خيانة. خلص الوقت. خلص الوقت. بعته من المصدر عنده لجورج. اما الجولة الثالثة بتكون مع موري وميريام وريهان على 11 كلمة. يلا موري يلا ميريام. الجولة
ثالثه مع ميريام واموري والريهان على 11 كلمه بظرف دقيقه او نص. جاهزين؟ 3 2 1 توب كاونتر جو. حرامي حرامي حرامي. اوكي. قلب قلب قلب. وحش وحش وحش. يس. امور امور امور. لا 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 سألت امور. قالت امور. طب امور امور امور. اوكي. خيانه خيانه خيانه. ليه تضحك على كلمة خيانة؟ كلمة معقولة عادي. خيانة. غير غير. اوكي حلو حلو حلو. ايه عمري عمري. حبي عمري عمري. ايه كيك كيك. كلمة كيك كيك. انت كيك. جاتو جاتو. غنوز. خاتم خاتم. خشب خاتم. انواع انوعة انوعة انوعة. شفاف شفاف شفاف. شفاف صح. غمزة غمزة غمزة. صح. حب حب حب. صح. حنون حنون حنون. جمال جمال جمال. الوانك 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 الوانك. الوان. ايه رحنا سكس. شو قولي موري ومينا بأولادكم كنتم قد نهاية أربع أصحاب أعلى نهاية بهن عصام وأكيد نورا. يلا 15 كلمة عصام ونورا ريهانكم على 15 كلمة بظرف دقيقة أو نص. كان دوت إيزي. عارف هيك أخذت نص كلمة. لا 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 هلا يو دوت على ذكر كلمة بالإنجلش كرمال لورا إنه ما كانت عايشة لبنان. جاهز؟ 3 2 1 توب كاونتر جو. بابيك. طب العرق. بيبي. اوكي. لاف. لاف مسؤولة أنت. كي كي كي. بكرهك. لا ولو. قولها كفي كفي. شوي مكنسي. مكنسي. بيسي. مكنسي. طبخة. طبخة طبخة. ليك اعطيني كلمة اصعب. عمري. بامية ورز. عمري 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 عمري. صح. بعتذر 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 كل يوم بعتذر. صح. مغروم مغروم. مهضوم. مغروم مغروم. صح. ستة. شوكولا شوكولا شوكولا. اوكي. موديلك موديلك. ايه كفي. موديلك موديلك. ايه جمالك جمالك. شامبين. كفي. جمالك جمالك. اوكي. عيلة 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 عيلة. عيلة. كلب كلب كلب. عبور. أمور أمور. أوكي. دمعة دمعة دمعة. سامبا. هيك أكيد مش سامبا. دمعة دمعة. جمال. لا لا بوسة 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 بوسة. برافو. للأسف انتهى الوقت بس ما كنتوا قد الرهان ما كنتوا قد الرهان. أوكي جبت لكم حوالي 11 كلمة. بدي أقول مبروك لموري وميريام ل 3000 نقطة التحدي الرابع. الشباب رح يلعبوا تابعونا. مشاهدينا الصبايا على المسرح وراح برهنوا على قدرات الشباب بالتحدي الرابع على 4000 نقطة. الصدارة لهلا مع موري وميريام وقد صار برصيدكم 5000 نقطة. انتوا تأهلتوا. والمركز الثاني من نصيب لورا وعصام اللي معهم 1000 نقطة، يعني بحالة تربحوا لورا بحالة تربحي هالتحدي بتأهلي تلقائيا مع ميريام، وبحال ميريام تربح بتأهلك تلقائيا معها. أما سهى وليلى بتربحوا دغري بتتأهلوا. جاهزين؟ التحدي الرابع على 4000 نقطة يا لورا. إمتى آخر مرة اعتذر منك عصام؟
من دقيقة شوي يعني غير برات الحلقة اليوم الصبح اليوم الصبح حلو شكله عامل له شي شغلة وهلا هلا عليك تراهني بظرف دقيقة كم كلمة بعتذر بيقدر يقول لك عصام بدقيقة بعتذر 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 50 هذا صغير رقم صغير هذا اوكي ريمبر اول ان لأنه أنت هلا بحاجة إنك تربحي بعدنا بالجولة الأولى هلا بالجولة الثانية بنرجع بنزيد 50 سهى يقول بعتذر ايه 30 سهى كثير بنربح ليلى 45 طيب 50 أخذوها ايه ميريام هلا بالجولة الثانية بنزيد ميريام 40 اوكي معك لورا 70 سهى هيك يعني طلعتي في وقت على اليسار معك دقيقة معك دقيقة 71 ليلى 80 لا 50 شو بدك ننبسط بده يعمل في اداء مسرحي زيدي 50 لك زيدي انبسطي ما انت ربحانه ربحانه يا 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 ولكم اهلا مأهلي عيب كرمال انتوا زي الشباب علي 50 علي جيتري مش ايه لا خلص علي 60 طيب 75 حذاكرك برهنات فولا انت معك 70 سهى 71 ليلى 80 و60 مع مريم رح اعطيكم 5 ثواني على التنازل كل وحده منكم فيها تزيد مره وحده مريم يعني اعلى رهين هو 80 اللي بده يزيد يقول 90 او 95 حسب قدرات شريكه 5 90 100 95 100 مع ليلى 110 لما خمسه ليلى عم تصعب انا ضعت كثير متخلص عم في عزيز زي سبوت كنت انا لا قلتي قبل كيف فرقتوا شو مشي جيتري مش شنطة توعي محمد بنثبت الرهينات والبداية بتكون مع اصحاب ادنى رهين اسعد وسوا 71 كلمة يلا الجولة الأولى من التحدي الرابع مع اسعد وسهى ورهان على 71 كلمة بعتذر، ريدي؟ ريدي 3 2 1 توب كاونتر جو بعتذر 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 برافو عليك اسعد وسهى اكثر من 71 كلمة بعتذر انا كثير يا حبيبي ضلك طل علي وعيني بكير غرني والمسك ايدي سنيني بنيتي انا شو مشتاق عليك يا حبيبي خلي قلبك خلي يحمل الله اسعد شكرا اما الجوله الثانيه مع مريم وموري و90 كلمه بعتذر يلا مريم يلا موري يلا موري 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 تفضل يلا محمد خذ بوزيشن اللي بدك اياها معك دقيقه بدي منك 90 كلمه بعتذر 3 2 1 توب كاونتر جو بعتذر 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 بعتذ
الجولة الثالثة مع عصام وفولا وريهانون على 95 كلمة بعتذر. يلا عصام يلا فولا فوت هيك ايه على رواق. بعتذر على دقيقة عصام ريدي؟ ايه مثل ما بدك فيك تاخذ راحتك. 3 2 1 توب كاونتر جو. بعتذر 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 والله بعتذر 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 هيك هيك نكست افتكر بعتذر 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 اسرع بعتذر انجز انجز بعتذر 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 اسرع بعتذر 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 بدك مسط 40 بعتذر وبعتذر 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 بعتذر اسرع ما بقى بعتذر 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 انتهى الوقت وكنت قد الرهان. برافو عطيها الورد ورقصها على الكبير. اسمع قدر ابن الله. مبروك هلا الاربع دلائل نقطة معكم. اما الجولة الرابعة مع جورج وليلى وريهانو على 100 كلمة بعتذر. يلا جورج يلا ليلى اعتذروا يلا 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 ليلى تفضلي عمي خذ راحة عم نبلش بعتذر عم نصير مع بزر مع بزر مع بزر مع بزر بلا بزر مع بزر مع بزر بلا بزر مع بزر مهم تركز تربح تتأهل اكيد ليلى بيربح جورج وبتأهل وبأهلك يلا تأهل بدنا نتأهل ايه أهلها يلا ركز 3 2 1 توب كاونتر جو بعتذر 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 انت عم تطلع بعتذر 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 مبروك مبروك الوردة. لهلا الأربع آلاف نقطة معكم تأهلتوا.
ولكن بعد الفاصل بنعرف شو التحدي اللي هيئة الأولى. حلقتنا طبعا بالنهايه التحدي النهائي بنعرف مين هن الثنائيين رح يتواجهوا مع بعض، واحلى شيء بهذا الموسم انه عم نجمع وجوه محببه على قلوبكم من مختلف الاجيال ورح يتحدوا بعض هلا بالتحدي النهائي. ولكن مثل العاده لنوصل لختام الحلقه بنودع ثنائيين، قبل ما اودعهم بدي هيك ليلى اصفين معي بدي استفيد اكثر كمان بعد من حضورك. شو قلت؟ يلا مين بدنا نقلد؟ شو بدنا نقلد؟ انت معروف كثير بكذا شخصيه، انطلقي. رقصني دخلك يا حبيبي، خليني حدك يا حبيبي، رقصني هيك رقصني هيك رقصني دخلك يا حبيبي. تحية لروح الشحنونة صباح صبوحة. بدي أقول لكم أسعد رشدين وسواقي كانوا نورتوا الحلقة وموفقين بكل الأعمال اللي حتقوموا فيها، أكيد حضلكم معنا لتحضروا أكيد اللعبة النهائية، الحظ ما حالفكم، إن شاء الله الحظ بيكون حليفكم بأعمالكم وصحتكم بتضلها هيك روعة ومنيحة. إن شاء الله بروح. عصام وبولا لاف 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 لاف. بس ما وصلنا للنهاية للأسف، انبسطنا كثير بحضوركم. أنا اللي عصام موفق كثير بكل مشاريعك وفعلا إن شاء الله المستقبل بيحمل لك على طول هيك نجومية أحلى وبعد كمان أدوار تبدع فيها. ثانك يو ميرسي كثير. عصام بولا ثانك يو وي لاف يو سو ماتش. أما جورج وليلى بمواجهة موري وميريام، مين رح يربح تبعنا بعد شوي؟ يلا عصام خليل خليل التحدي النهائي موري وميريام بمواجهة ليلى وجورج. موري وميريام بتصدروا معهم 5000 نقطة، أما ليلى وجورج قلبوا المعادلة بالتحدي الرابع وحصدوا 4000 نقطة وضمنوا تأهلهم. مثل ما شايفين التحدي موجود وواضح أمامكم، 5 قلوب، أول ثنائي بيصيب وبينيشن على 3 قلوب بنقول له مبروك عليك السفرة. أيوه موري وميريام الصدارة من نصيبكم، فأنتم بتقرروا مين بيبدأ التحدي. الضعاف طبعا. يا ويلا. بداية رح بتكون مع الرائعة ليلى أصفين. يلا ليلى. على هذا يا با يا با على هذا. تعال أنا بقول لك بس أهم شيء على طول تفضلي يا مامي لهون. أوكي أسعد و نهى بدك أربلة. أسعد سهى أربلة هون. شو رح يصير فينا شيء؟ يعني بركي لا سمح الله. أهم شيء لما بتخلصي على طول بتنزلي أو بشيل إيدك عن هيدا. اوكي حطي هون. يمكن اول مره بتحمل البارود. اوكي يلا على هون يلا. ايه له صوت؟ لا 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 انت ركزي، انت اهم شيء هاي على يلا 3 2 1 جو. انت هاي له صوت هيدا؟ لا يعني هيدي سكول على القلب ما بتصور ما بعرف. يلا وين شفتيها؟ هون ورا ورا واو ورا ورا ورا. اوكي 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 يلا ميريام يلا 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 تعال عندي ميريام بهيدا بهيدا يلا هي زيتها بتزين يلا والله يلا ميريام يلا يا عم صلى مش 3 2 1 جو. اوكي يلا جورج يلا جورج يلا جورج لا بدك لا ربي ما نزلت يلا لا جورج ما نزلت يلا جورج يلا يلا لا ربيك ركز ايه 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 لا ربيك اعطنا يلا 1 2 3 جو. اوه بعيدة موري يلا فاستر. طب انا وين ضربت؟ فوقها. اوكي يلا موري على ذات الوحدة. كلهم عصفة. نحن بنذكر نحن ضد العنف كيف بتخلص من ايه من هون ايه هي يلا هيدي اول وحده مبروك السفر يلا لانها سفرة. برافو يلا ليلى 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 يلا فوق برافو هون هاي يلا 3 2 1 جو. اوه قريبة يلا ميريام يلا عم تفرق معي شوي مالي يلا يلا ميريام انت الابد ميريام موري حبيبي صاب الف وين هيدي يلا اسعد هيدي وين وين
وين؟ هون تفضل. وين؟ على وين؟ هاي بدنا نجيبه. يلا. بعمري مش مقوصة. اوبا! واحد واحد. موري. صرنا واحد واحد. موري غني انتوا عم يلا. اوبا. ليلى. واحد واحد. يلا ليلى. معادلين. يلا فيك تزيدي تصير كل واحد. يلا ليلى. يا ريت. يلا. ايه سفاري انت وين عم تنيشن؟ ما بعرف اذا بعرف لا 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 جورج وليلى 2-1 مريم يا عدلي يا خنوي بس هذا مشهد شو ما بعرف عن النص حطيه على النص ما بقدر ليش انا اصلا صار عم بقدر احمله لاقوص فيه حطيه على النص يلا هي سبتيها ايه ما عم بقدر سبتيها على كتفي كبيرة اوه هيك بقى اشوف يلا حدا هيكاني اوبا بعيد كريس جورج جورج لا 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 حدنا ليلى وني هي سوري جورج لحظة 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 جورج بدك شيء ايه ماشي ماشي تعي ليلى هلا مو لا تعي ليلى تعي تربح يعني هلا جورج بيسيب القلب تربحوا انتوا عن جد تحملني ليلى يلا يلا ركز جورج ركز يا الله يا ربي لا يلا 3 2 1 يلا جورج كن مشيع إن شاء الله كل أيامكم بتكون حب وفرح وتسامح مني أنا محمد قيس أطيب التمنيات إلى اللقاء. Thank you.